مليكة من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير لالا مليكة. اهلا صباح الخير. لاباس عليك بخير؟ لاباس عليك بخير. لاباس؟ لاباس الحمد لله الله يبارك فيك. شنو موجودة لينا لالا مليكة اليوم؟ بخير الله الخير. مرحبا. ضحكتك القطبان بغيتي نخلي اللي بغيتي كاين. ناخذوا القطبان. القطبان؟ ايوا غادي ناخذوا واحد كمية شوية كثيرة ديال اللحم. باش نرقدوه. المبتدئات يعرفوا بأن اللحم ما خصوش يقطعوا صغير. راه الغنمي غير كديري هي طيب كله كيتجمع. اها. كتر شوية قطعهم شوية كبار. كنديرو واحد الطريفة ديال الشحمة. وشوية ديال الزيت. المائدة. والزيت البلدية. واحد المعلقة صغيرة ديال العسل الحامض. اللي ما بغاش يدير عسل حامض يدير الخل. شوية ديال الملحة. ملح. والربيع. قطعو مزيان. وواحد جوج راس ديال التومة. القزوار مطحون. واحد نص معلقة ديال الكمون. نص معلقة كمون. نديرو تحميرة. نديرو بزار. نديرو بصلة وحكوكة. هادو هما المكونات اللي كيكونو في قصبان. صافي كنخلطو المكونات مزيان وكنرقدوهم. كنخليهم في التلاجة نسدو عليهم شي بواطا مزيان ونخليهم في التلاجة. ثم بغيناهم كنبقاو موجودين. هي ديك الشحمة وديك الشحمة يديرو ما بين كل الطريف ديال الحم ويديرو الطريف ديال الشحمة. اللي كيبغي ما كيبغيش يخليها غير مرقدة. صافي كتعطي داك لوكو ديالهم. وبالنسبة للناس اللي ما كيبغيش يديرو قصبان إلا بغاو يديرو حتى في المقلة. أها. كيشحرهم في المقلة بحال هكاك وتيخليهم يطيبو وياكلوهم كيجيو زوينين. بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة لالا مليكة. الله يعطيك الصحة. نبدا ناخذو من عندك الخليح.